of your own confusion. Feels like you're going crazy. هلا والله شباب، كيف الحاجة؟ بفيديو شيء شغل بهالفيديو بأحكي كلام يعني كبدايتي في اليوتيوب وايش استعملت وكذا. طيب قبل ما احكي في هذا الموضوع حاب احكي في موضوع التعليقات السيئة اللي تجيني كتير. هاي التعليقات تجيني من شخص واحد لكن جنني جنني جنني. يعني تعليقات سخيفة زيه، يعني خلاص ما بدي اقول اسماء، ما بدي اذكر. خلاص يا عمي ما عجبك الفيديو خلاص سيبني في حالي، سيبني استمر. يعني انت هيك بتحطمني في املي، بتحطمني انا. طيب شو كنت امزح بس عشان يعني هذا التعليقات السخيفة جدا. صار ابوي وامي يعني لما يفتحوا فيديوهاتي يشوفوا التعليقات اللي تحت يقولوا لي انت اصلا فتحت قناتك على اليوتيوب عشان تجيب تعليقات سخيفة زيك. طيب شباب الحين بقى ما تغير شوي، هذا الشخص انا بعرفه لكن لازم اني احترم حالي شوي. اسمعوا بدي انا مطاف هالكلام انه لازم كل يعني او كل واحد بيحكي وبكتب ويسوي كل شيء حسب تربايته واصوله. بس هي اللي بدي احكيه. والحين خلينا نشوف. لا كذي. طيب والحين وش الكلام اللي بدي احكي؟ اول شيء انا اول ما بديت في اليوتيوب راح احكي لكم اول شيء عن برامج المونتاج. انا استخدمت اول شيء حتى الان انا بستخدم كن في الصوت، بستخدم برنامج مونتاج وبستخدم مسجل الصوت العادي بس اللابتوب، وبستخدم الكاميرا اللي جاب لي اياها والدي. امس دخلت في موضوع الكاميرات. طيب برنامج المونتاج اول شيء استخدمت الاوديسيتي هذا للصوت، و اللي هو مسجل الصوت تاع الكمبيوتر العادي انا قاعد اصور لكم منه، هو الكمبيوتر السوني اضاءته وضوحه يعني بتمرة مش كويس، بس لكن راح ادبر حالي فيه لحد ما ابوي يشتري لي او الوالد يشتري لي كاميرا كانون دي 700، فان شاء الله بس لانها غالية شوي يعني وهيك. فقال لي دك يعني تستحق ان اسوي شيء، فقال لي استنى لبعد ما يجيب لي الشهادة، وهذا يعني هذا الشيء كان دافع لاني اعمل في اليوتيوب. فبدي احكي لكم عن قصتي في بدايتي في اليوتيوب. اول شيء اللي يعني هو اللي خلاني افتح قناة اليوتيوب شخص يوتيوبر برضه فلسطيني. يعني شخص حسيت انه بستمتع و يعني فيديوهات وهيك اشي حلو، يعني بستمتع يعني بستمتع. فهذا الاشي اللي دفعني على اني يعني اخلي يعني او اعمل قناة. فلما عملت قناة اليوتيوب غلبتني صراحة، والله غلبتني. بداية انا يعني مش محترف هكرز، انا يعني استخدم لابتوب 24 ساعة. فشوف لانه كان في ازعاج برا وهيك كانوا اخواتي صغيرة مغلبين شوي، فرحت وشفت يعني كيف هالشي. الحين اجيت لكم. طيب خلينا كم موضوع انا كنت احكي انا بدايت على اجيب. يعني انا لما ما كنت هاكرز يعني زي ما قلت لكم انا ما كنت هاكرز 24 ساعة على لابتوب او الكمبيوتر. يعني انا بستخدم النت كتير صراحة يعني ومدمن الالكترونيات ومن هالشي، لكن برضو يعني كل اشي له حدوده. ما تستخدم الانترنت كتير، خذ من وقتك يعني ما تستخدم الانترنت كتير. في البداية انا لما استخدمت الانترنت كتير عارفين
يعني اول شيء اول يعني اكثر من 3 اسباب، 4 5. اول شيء مستواي ينزل في التحصيل الدراسي، ثاني اشي صرت يعني مهمل في كل اشي، يعني صارت قط يعني ما هي تنضب وهيك. ف طيب والحين بتحكي في موضوع ايه انا ايش كنت بحكي. المهم يعني الخلاصة من الكلام، انا اتصحبت لما بديت اليوتيوب، وزي ما قلت لكم انا كنت مهم حتى سرير لحاله. خليني اوريكم تشوفون غاد اوراق وكذا، ويعني سرير بالمرة ماني صرت ارتبه، بس ان شاء الله برتبه وبرجع استخدم، ما استخدم الانترنت يعني كثير. و برجع زي ما كنت بالاول وكل شيء. الحين نبدا في اول شيء استخدمته في اليوتيوب. اول فيديوين، 3 فيديوهات اللي هما عموما عشان بتلاقون رابطهم بالوصف، لا تلاقون رابطهم بالوصف، وروح شوفوهم. كانوا نفس الكاميرا هاي، هيك شوي مش واضحة الكاميرا، فان شاء الله بحسنها. انا لما جبت كاميرا جديدة انكسرت، هي ما كاميرتي صراحة، كاميرا ابوي انكسرت مني ووقعت على الترايبود، فهذا السبب اللي خلاني ارجع لكاميرا اللابتوب، وان شاء الله بحسنها ببدا يعني بكاميرا الجوال شوي. طيب والحين ننتقل للشيء اللي بعدها واللي هو المونتاج. طيب في البداية في المونتاج انا استخدمت هذول ثلاثة، هل نوريكم اياهم. طيب انا قلت لكم من اول ما استخدمت برنامج اللي هو في المورا، طبعا البرنامج موجود هون. هدول البرامج اللي انا استخدمتهم اول ما بديت في اليوتيوب. اول شيء بديت بالفيلمورا، بدي خليني اجيب بس برنامج وبرجع لكم بعد ما اضبط كل شيء وافتحهم. فيب طيب شو الحين جيت لكم، طبعا بعد ما فتحت كل البرامج، فتحت كل البرامج، وحين متعرف على اول برنامج اللي هو فيلمورا، ما راح اعرفكم عليه، بس هنشوف الواجهة. طبعا هذا البرنامج كان اول شيء كان يغلبني لما احفظ مشروع ونزله، فهذا هو البرنامج. طيب فالثاني برنامج اللي استخدم كابتها زائد 8، لما كنت احفظ برضو كان يطالع اللي هو العلامة اللي في النص، اللي هي هاي العلامة. كامتازيا ستوديو، والله حلو هالبرنامج. طيب قناتها ما اعترف عليهم. طيب هذا كان بالنسبة للشيء الثاني واللي هو ثاني برنامج استخدمته. الحين ننتقل للشيء اللي ورا، هو الكامتازيا ستوديو 9. هذا كان 8، هذا 9. وبعد هالشي يعني وهيك وكل كل 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 بعديها كنت أسعى ما كنت أسعى 8 بدمج مع بعض وبعمل. طيب هذا كان بالنسبة للمونتاج. طيب شباب هذا كان بالنسبة للمونتاج، فالحين خلينا وش نسوي، ننتقل للكاميرا. أنا أول كاميرا استعملتها كاميرا لابتوب زي ما حكيت لكم، تاني كاميرا الكاميرا سبيشوت، كاميرا قديمة نوعا ما، ثالث كاميرا ما استخدم كاميرا، رجعت لهذه الكاميرا وان شاء الله بشتري كان دي 700، بحطها لكم يعني بحط يعني من هالاشياء. فبالنسبة كمان ل الترايبود، انا كنت استخدم ترايبود صغير يعني تحول صغير وكبير،
وكنت استخدمها في كل شيء. كان برضو ترايبود قديم. بالنسبة للمايك انا ما استخدمت مايك على الكاميرا عادية او على التلفون، تعرفي مايك التلفون، حتى لو ما اشتريت مايك ولا والدي راضي يشتري لي، قال لي بس تخلص السنة الدراسية عشان تلاقيني صراحة. طيب وفي الاخير راح احكي لكم دواء، اذا كن انت من مدمنين انترنت ودائما قاعد على الانترنت، احكي لكم دواء خليك تبعد عن الانترنت دواء. طيب الحين ننتقل للشيء اللي هو وش تام، حكينا عن المايك وكل شيء. طيب بالنسبة للكمبيوتر انا ما ادري فيه، هو صيني ما اقدر اقولكم يعني اعمل فيه الحين. صيني هنا في علامة بتذكر، خليني اجيكم اياها، ما ينبين صراحة عندكم، ما بينت، ما راح تبين كمان، ما علينا. خلينا الحين ننتقل لدول الإدمان واللي هو كالتالي. أول شيء سيب تلفونك، أو يعني شوف، حط تلفونك بغرفة وسكر الغرفة وخلي المفتاح يعني مو معك، تحس ان شيء عايزبك كده هيك راح يجيبك، هيك تلاقي حالك بلا تلعب على الجوال على اللابتوب على الكمبيوتر على الايباد اي شيء. فهذا الشيء الاول انك تبعد عنه. ثاني شيء وقت ما تقدر وابوك امك يعني ولا حدا بيستعمل الانترنت في الدار، حاول تفصل الانترنت، هذا اشي ضروري. طيب والحين خلينا ننتقل للشيء الثالث. يقولون لقيت التسميات تقول ما تستخدم تلفون وما كذي، تستخدموا للاتصالات. طيب الحين الكل يبي ما يحط كرت وكذي، يروح مكلمة على الواتساب على الماسنجر على المواقع هذه، يا اخي يعني قول يعني اي شيء، حط كرت عبي كرت وحطه عادي يعني كلم عادي، مو لازم تحط تروح واتس اب والاشياء هاي، ما لازم تتطور، خليك شوي هاي. طيب الشيء الاخير او اللي قبل الاخير ما اعرف والله، انه انت قد ما تقدر حاول انك تضيع وقت، يعني ما تضيع وقت، اعمل اشياء مفيدة، لكن يعني لانها تنسيك مثلا اشي انت بتحبه، لانه ينسيك مثلا التلفون هيك تقعد تدي فيه ينسيك التلفون. انا صراحة بحب اكتر شيء نقعد على التلفون، لكن هغير هذا الشيء وحاصير احاول اني ادرس بجدة عشان لو نجحت حابو يجيب لي كاميرا، فحاول انجح عشان ان شاء الله انجح، ادور عشان اجيب لكم كاميرا. طيب وهذا كان بالنسبة للشيء الأخير، وهنا بنكون وصلنا نهاية الفيديو. تحت اكتبوا لي بالكومنت هل يعني ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، يعني ما قدمت في شيء عظيم يعني او شيء كبير، لكن خلص يعني ان شاء الله يكون فادكم وهيك. فالحين هنا اكون وصلنا الفيديو، اكتبوا لي تحت بالكومنت تعليقاتكم، واكتبوا لي عشان بدي اعمل فقرة اسألوني، اكتبوا لي تحت اسئلة، ارجوكم اكتبوا لي اسئلة، بدي اكتر اقل اشي بدي 10 اسئلة، ايش ما بدك تسأل اسأل عادي، انا راح اختار منهم وراح اجي يعني احكي السؤال واجاوب عليه في فيديو فلوج يعني زي. وبس وصلنا الفيس، حطوا لايك، تشكروا القناة تحت على الزر الاحمر، تعليقاتكم وكومنتوا، مع السلامة.